ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ سؤال بس عاوز اساله ليكم ويا ريت حد يجاوبنا عليه، يعني ايه كلمه احنا عاوزين فيديو جديد؟ طب ما هو اللي انا بعمله ده هو الجديد يا جماعه. الحلقه اللي بلخصها ما بتكونش نازله غير قبل التخليص بثلاث ايام او بيومين. اجيب منين كلام طيب؟ يعني كلام المانجا هو كلام الانمي، عمره ما هيتغير ابدا، يعني مش هيعملوا لك احداث جديده هنا في الانمي ويرجعوا بعدها في المانجا يغيروها لك. لا يا صديقي، المشاهد واحده وبنفس الكلام. كل اللي عملوه بس في الانمي انهم غيروا بعض الاحداث البسيطه عشان يوريكم قوه الفرقه صفر اللي هم ضيعوها في المانجا. بس كده، هو ده اللي كنت حابب اقوله. وخلاص احنا كده كده مكملين في المانجا، فمش هتلاقي كلام متشابه كتير. ويلا بينا بقى، خلينا ندخل في الفيديو. لكن في البدايه لو بتتابعنا وبتعجبك الفيديوهات بتاعتنا فما تنساش انك تشترك وتحط لايك، لان اشتراكك ده بيكون اكبر دعم ليا. وكمان في حاجه عاوز اقول لكم عليها، عملت صفحه على الفيسبوك فيا ريت تدعموني هناك او تعمل متابعه فقط، هسيب لكم الرابط تحت في الوصف جنب اسم الفيلم على طول. فمن غير كلام كتير بقى نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا نبدا. بعدها بقى بنشوف يوها بخا وهو بيكلم اتباعه وبيقول لهم استخدموا اجنحتكم، وريهم قوتكم الحقيقيه عامله ازاي، خلصوا عليهم وخلينا نشرك بعالم جديد. بيوجه كلامه لتشيبو بعدها وبيقول له عاوز اقول لك حاجه، ان مفيش اي حد في العالم يقدر يسلبني كل حاجه مره واحده، حتى لو كان انت. كل اللي في العالم ده هيتخلق من اجلي عشان اسلبه، حتى ملك الارواح بالذات نفسه هو كمان غير مستبعد. يوها بخا واقف قدام تشيبي والقوه عماله تفيض منه، وساعتها بقى بنشوف صوره الملك الارواح وهو مخطوم جوه البلوط. بيوجه يوها بخا ايده اتجاه السماء وبيخفي الريش من الوجود وبيقول لهم يلا بينا يا ابنائي. ساعتها بقى بنشوف اقوى حدث على الاطلاق، بنشوف نمايا هو واقف وفجاه بنلاقي طلقه مدفع اتضربت فيه واخترقت كتفه. يا نهار ابيض يا جماعه، دي دمرته حرفيا. القاده هما كمان واقفين مذهولين وازاي ده حصل، وفجاه بنشوف ريجي هو اللي واقف قدامهم بيكلموا نمايا وبيقول له ان قوته اتطورت جدا بعد الانتقاء المقدس. الطلقات اللي كنت بتضربها عليا قبل كده وقادر اصدها دلوقتي بقت بتخترق جسمي. لكن بيرد عليه ريجي وبيقول له لا، انت مخطئ في امرين. اولا القوه دي مش قوه اضافيه ولا حاجه، بل دي قوتي، بس ما سمحتليش الفرصه اني اوريها لك قبل شويه. وتاني حاجه بقى، اني طلقتي مش رصاص بل هي قوتي الداخليه، واي حاجه بنشل عليها لازم اخترقها مهما حصل. وفجاه بيضرب طلقه تانية وبيخترق جسم نمايا. بيحاول القاده يوقفوها ولكن كانت خلاص الطلقه عدت وحفرت في جسمه. بيحاول يضرب عليهم تاني ولكن تنجيرو بيلحق نفسه وبيفعل الضوء بتاعه وبيختفي من قدامه. بتاخد القائده التانية بسرعه نمايا وبتطير بيه وبتطلع حاجه عامله زي العجين من ايديها وبتحطها على جروح نمايا، وبنشوف ان كل جروحه بتتشفى في ثواني وبيرجع زي الاول واحسن كمان. ده كمان بيقول لهم صباح الخير جمدان والله يا نمايا، وبيقفوا القاده كلهم مع بعض من جديد. بيقول تنجيرو حاجه انا بصراحه استغربت منها، بيكلم الكونش وبيقول لهم انتوا مفكرين انكم هتقدروا علينا؟ احنا اقوى من جميع الجوت ال 13 كلهم مجتمعين مع بعض. ودي بصراحه مش عارف انا مش مصدقها ليه. ساعتها بقى كل اللي عنده كلمه من القاده بيقولها. لكن بنشوف القائده الثالثه وهي بتفعل على حراس الشجر بتاعها وبتقدر انها تحبسهم داخل السجن من جديد، وكلهم بيتقفشوا مع دايوجو، لكنهم في الاخر بيقدروا يحرروا نفسهم وبيروحوا يهجموا على القائده الثانيه. وفعلا بيقدر جنارد انه يطعنها بالسيف بتاعه، ولكن وهي بتقع بنعرف انها دوميا مش القائده الثانيه. وفجاه بتنزل عليه السنجمورة من فوقيه وبتفضل تضرب فيه، الكل بقى عمال يضرب في بعض ومفيش اي حد منهم قادر على الثاني، كل واحد منهم ماسك له واحد وعمال يقاتله. كلهم بيستعرضوا قوتهم على بعض وبيكونوا اقوياء جدا، بس مش عارفين نهايه المعركه دي هتخلص على ايه بالظبط. وعندي يوها واتشيبي بيكونوا لسه واقفين قدام بعض. بيقول له تشيبي انت شكلك كده لسه مش مصدق كرمي معاك، انا قطعت نص اسمك بس واخدت نص قوتك عشان مصلحتك. هيقولوا ايه الكونش عندك فيما بعد عن خسارتك هنا؟ كل ده عشان سيرتك تفضل جميله زي ما هي. وفجاه بنلاقي تشيبي بيطير اتجاه يوها بخا وبيهاجم عليه، بيلحق نفسه يوها بخا وبيفعل تقنيه بلوت الدفاعيه وبيسد هجومه بيه. لكن تشيبي بيكون عنده الحل دايما وبيفعل ختم التنين الحامي هو كمان، وفجاه بيظهر تنين في المكان وبيدمر تقنيه بلوت الدفاعيه. وفي لمحه من البصر كان اتشيبي ماسك يوها بخا من رقبته وبيقول له اقتلك دلوقتي ولا اعمل مع امك ايه؟ لكن بيضحك يوها بخا وبيقول له انت غبي جدا. وفجاه بنلاقي تكنيه بلوت بتدخل في دراع اتشيبي وبتحاول تدمره من جوه، لكن اتشيبي ما بياكلش معاه الكلام ده وبيشد عضلات جسمه وبيرجع الضرر اللي كان هياخده من تكنيه بلوت على جسم يوها بخا. يوها بخا التكنيه بتترد فيه وبدا ينزف دم من بقه. بيقول له اتشيبي انا مش مصدق ان جات لك الجرأه تتعدى على جسم واحد من الحراس الملكيين، انت فعلا شخص وقح جدا ولازم اعاقبك على افعالك ديت. وفجاه بيحول فرشته للشيكاي بتاعه وبيكون اسمه اتشيمونجي السواد المطلق. ساعتها بقى بيبص يوها بخا على السيف، لكن فجاه السيف بيتغير من السيف لفرشه وبيرجع يتغير بعدها من فرشه لسيف، وده كله بيحصل في ثواني قدامه.
طيب خلينا نقف دقيقه مع بعض عشان نشرح قوه اتشيبي اللي ظهرت قدامنا حاليا. اول حاجه الفرشه اللي ماسكها في ايده دي هي الزمبكتو بتاعه، وزي ما احنا عارفين ان في اربع مستويات من الزمبكتو. المستوى الاول اللي هو الزمبكتو، وده بيكون زي السيف العادي، والمستوى الثاني اللي هو الشيكاي، وده بيتغير لما تنطق ربع الاسم الزمبكتو، والمستوى الثالث هو البانكاي، وده لما تنطق نص الاسم كامل، والرابع بقى هو تطوير البانكاي، وانك بتعرف تستخدم قوته الكامله لما تنطق اسمه بالكامل، وده زي اللي حصل مع رينجي وبياكيا وروكيا. نيجي بقى هنا الاتشيبي، فرشه اتشيبي هنا استثنائيه، يعني المستوى الاول عنده لو حد صد ضربته او اتضرب بيها بينقسم اسمه النصين هو وقوته. يعني بمثال لو حد اسمه محمد، محمد ده طبعا متكون من اربع حروف، فلو الفرشه لمستك هتكون اسمك مح مش محمد، ودي طبعا قدره واحده من اللي عنده. اما المستوى الثاني اللي هو الشيكاي بيكون اسمه اتشيمونجي، وده بيتحول لسيف وفرشه في نفس اللحظه، يعني بيقدر يستخدم القدرتين مع بعض. لكن الميزه اللي في الشيكاي ان عنده قدرتين، واول قدره منهم هو ان سواد العوالم كلها بتكون تحت سيطرته وبيستخدمها زي ما هو عاوز، وتاني قدره لما السواد ده بيجي على اي حاجه بيمسح اسمها عن العالم كله، يعني بمسافه ما تخش في الظلام انت ما بتكونش ليك اسم وبتختفي عن العالم. اما بقى البنكاي بتاعه فهو بيتحول من الحبر الاسود للحبر الابيض، وده يعني كتابه الاسامي، يعني اي حد متغطي بالحبر بتاعه فبيقدر يسميك اي اسم على مزاجه، وكمان بيقدر يتحكم في قوتك، يعني ممكن يديك قوه صغيره او قوه كبيره او اي حاجه زي ما هو عاوز. هو ده بقى كل اللي نعرفه عن قوه زمبكتو اتشيبي وقدرته عامله ازاي. وخلونا بقى نكمل في الاحداث زي ما احنا. ساعتها بقى بنشوف يوهاباخا وهو مرتبك من اللي شافه، لكن بيكلمه اتشيبي وهو بيقول له انت مرتبك ليه؟ هل انت مش عارف تميز سلاحي هو فرشه ولا سيف؟ ساعتها بقى الاثنين بيستخدموا سيوفهم وبيهجموا على بعض، ولكن مع استمرار الهجمات بنشوف حاجه غريبه جدا، حتى ان برضه يوهاباخا بيستغرب منها، بيشوف ان سلاح اتشيبي مش بيقدر يقطع اي حاجه، لكنه في كل ضربه ليه بينشر الحبر بتاعه في كل مكان. بيقول له يوهاباخا ايه معنى الكلام ده؟ هل هو برضه بيقطع الاسامي زي اللي قبله ولا ايه بالظبط؟ على العموم حتى لو بنفس قدره الفرشه فانا عندي قوه على استرجاع الحاجات اللي اتسلبت مني، وبسيفي ده اللي بيكون اسمه. وفجاه بنشوف يوهاباخا مش قادر ينطق اسم سيفه، بيتريق عليه اتشيبي وبيقول له ايه مش عارف تنطق اسم سيفك ولا ايه؟ انا هقول لك السبب، كل اللي بيتلطخ من حبر اتشيمونج بيفقد اسمه، يعني ما بيكونش ليه اسم من الاساس، وطالما ان الحاجه دي ملهاش اسم يعني كده ملهوش قوه. ساعتها بقى بنشوف القائده الثانيه وهي بتحاول تضرب جنارد بالابر بتاعتها، لكن جسمه بيكون صلب جدا وما بتقدرش تخترقه، لحد ما بيديها بوكس بيجيبها على الارض. وكمان بنشوف تانجيرو هو مش عارف يضرب سكاين، لكن سكاين عمال يهرب منه وبيكون عنده رده فعل اسرع من كل الموجودين في المكان، وبيقدر ان يغفل تانجيرو وبيجي من وراه وبيضربه بالقوس بتاعه في ظهره. وعند القائده الثالثه بتكون هي كمان بتعاني من قدام برانايت، عماله تهاجم عليه بالاشجار بتاعتها، ولكن برانايت بيلويهم كلهم لحد ما فجاه بيطير يمتها وبيهجم عليها. ساعتها بقى بنشوف نمايا وهو لسه عمال يهرب من طلقات ريجي، بيقول له ريجي ما تقلقش انت مش هتعرف تهرب كتير، لان عيني دلوقتي بدات تجيب سرعتك واحتمال الطلقه الجايه دي هي اللي هتجيب اجلك. ساعتها بقى بنشوف نمايا وهو بيضحك وبيطير في اتجاهه وبيهجم عليه، لكن فجاه قبل ما يضرب ريجي طلقته بيتفاجئ ان يوهاباخا واقف في اتجاه الطلقه بالظبط، يعني هو ورا نمايا، لكن مع ذلك ده برضه بيضرب ريجي الطلقه وبتخترق نص بطنه، وبيقول له ان طلقته بس بتخترق الهدف اللي هو مصوب عليه. ساعتها بقى بنشوف جميع قاده الفرقه صفر وهم مهزومين كلهم، والسجن بينهار تماما عليهم. في الوقت ده بقى بيفعل يوهاباخا تقنيه سلب القوه من الاخرين، وبيكون عاوز يسلب قوه السواد من اتشيبي، وفعلا بيقدر ينجح وبيسرقها منه، وبيقول له قوتك دي دلوقتي بقت ملكي وانا همحيك بيها دلوقتي، وبيهجم عليه بقوه السواد بتاعته، وفعلا الهجوم بيجي فيه. بيلف يوهاباخا ظهره عشان يمشي، ولكن وفجاه بيلاقي اللي بيضحك من وراه وبيقول له ان قوته هي السواد بعينها. من وقت ما اطلقت اتشيمونجو كل سواد العالم دلوقتي بقى تحت امري، سواد الشينيجامي والكونشي والاحياء والاموات، كل اللي في العالم بدون استثناء، حتى انت كمان سوادك هو ملكي. ومع هجوم واحد منه بيغطي يوهاباخا بالحبر بتاعه وبيرج السما رج، وبنشوف يوهاباخا وهو متغطي بالكامل بالحبر بتاعه، ودلوقتي بقى مفيش حاجه اسمها يوهاباخا، ما هو بعد ما اتغطى بالحبر بتاعه فقد اسمه. ساعتها بقى بنشوف اتشيبي هو بيستخدم لاول مره البانكاي بتاعه، وبيكون عباره عن فرشه برضه ولكن باللون الابيض، ويعني كده انه بيقدر يكتب اسم جديد لاي شخص قدامه، وبيكلم يوهاباخا وبيسميه النمله السوداء، وبيقول له بما انك بقيت نمله دلوقتي فقوتك مش هتزيد ولا هتنقص عن قوه النمله العاديه، يعني دلوقتي لو اتخبطت في الارض خبطه جامده هتتكسر وهتموت. وبيفعل اتشيبي ختم من عنده وبينزل عليه برجل عملاقه بتدهسه، وبيقول له دلوقتي بقدر اقول لك الوداع يا ملك النمل، وبيفعل عليه ختم مره ثانيه وبيحطمه بكفين العملاق. يوهاباخا اندهس واتقل منه قله جامده جدا يا جماعه، ودلوقتي بقى نازل ميت على مجتمع الارواح، وبكده يعني ان يوهاباخا اتهزم في الحرب ديت. بعدها بقى بنشوف جميع قاده الفرقه صفر وهم مهزومين وواعيين على الارض، وبيكونوا واقفين قدامهم حراس الامبراطور، وبيفضلوا يتريقوا عليهم على انهم كانوا بيزعموا انهم اقوى من اي حد. ساعتها بقى بيتعصب نوميا جدا وبيامر الفرقه صفر انهم يقفوا من جديد، وانهم لازم يحموا الاثر الملك ويستخدموا قوتهم الكامله، وبيكلم سنجمورا وبيقول لها انت اللي هتقتليهم بما انك انت اللي بتملكي الف ايد. وفجاه بنشوف افراد الفرقه صفر كلهم
بينتحروا ما عدا سنجومورا، واخيرا بينفك ختم الدم المشترك ما بينهم، وهتظهر سنجومورا قوتها الحقيقيه. وبنشوف قوه سنجومورا الاسطوريه اللي بتهز سماء العوالم كلها من كتر الطاقه. بيكلمها جوناردو بيقول لها انت فاكره لوحدك كده انك هتهزمين احنا الاربعه، انتم كنتم اربعه وما قدرتوش علينا، انت لوحدك هتقدري تعملي ايه دلوقتي؟ فبتعرفوا انهم اصلا ما كانوش بيستخدموا اي حاجه من قوتهم، لانهم هم الاربعه كانوا مشتركين في ختم من الدم، لان مفيش اي حد يقدر يستخدم قوته الكامله الا لو ماتوا ثلاثه منهم. وبكده الختم هينفك وتقدر ساعتها تستخدم قوتها زي ما هي عاوزه. وفجاه بنشوف لحظه اسطوريه من سنجومورا وهي بتستخدم البانكاي بتاعها. اللي بيكون عبارة عن ستاير كتيرة وكل ستارة منهم بلون مختلف وبتتلف حوالين جميع قادة الكوينشي. وبنشوف ان بسبب تفعيل البانكاي بتاعها بس عمل رجة قوية جدا في العوالم كلها، وكلهم بيحسوا بيه على اكنه زلزال هيضربهم. بتفضل القائدة تقول في ترميمات غريبة ببقها، وفجأة بنشوف قادة الكوينشي كلهم انتقلوا لمكان غير التاني، واكن كل واحد ليه سجن مختلف. بتظهر القائدة لكل واحد فيهم وبتفعل عليه حاجات غريبة، مثلا زي ريجي ده بيتفعل عليه عيون كتيرة، بيحاول يضرب العيون دي ولكن الطلقات بتاعته بتترد عليه وبتقتله. وعند اسكاين بتظهر عنده وبتفعل عليه ابر من الفولاذ وبتنزل عليه بيها وبتختمه وبتخرمه كمان. وكمان عند جنارد بتقدر انها تتلجه في ثبات ابدي. وعند برونايد هو كمان بتغرقه في الرمال متحركه ما بيخرجش منها ابدا. وايشيدا هو كمان تم سحب روحه داخل الحلقه اللي قدام عينيه، اما يوجو فده النيران بتتلف حواليه وبتولع فيه. وبكده بتكون قضت عليهم كلهم في لمحه من البصر. وملك الكونش هو كمان اتهزم، يا ترى هيقدر يرجع تاني ولا لا؟ ولا كده خلاص المنتصرين هم الشينيجامي؟ كل ده بقى هنعرفه في الجزء الرابع لما ينزل في 2024. وما تنسوش شباب الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا سلام. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me.